قدم المجلس الأعلى للحسابات تقريره للملك محمد السادس حول عملية التدقيق والافتحاص بخصوص التحقيق في تأخر مشاريع الحسيمة منارة المتوسط. وباتت نتائج خضات جطو بين يدي الملك محمد السادس، وذلك بعد قيامهم بعمليتي تدقيق وافتحاص لعدد من المشاريع المدرجة في هذا البرنامج، وكذا عدد من المتدخلين ودراسة التقارير والمعطيات التي خلصت إليها المفتشية العامة للإدارة الترابية والمفتشية العامة للمالية بخصوص تعثر مشاريع التنمية بالحسيمة. هذا ومن المحتمل أن يسفر هذا التحقيق عن أخبار غير سارة للعديد من الوزراء والمسؤولين العموميين، خاصة أن الملك محمد السادس سبق وأن لوح في خطاب افتتاح البرلمان يوم الجمعة الماضية أنه لا يرى مانعا في القيام بزلزال سياسي قد يعصف بأسماء سياسية معروفة.